الكلام ده معلم مقبره؟ ابقى مربط معاك بعربون وتروح تدي البضاعه لحد غيري؟ خيرها في غيرها معلم عادل، واحد جالي وفلوسه كاش وانا كنت مزنوق. يعني انت مزنوق تزنقنا انا؟ طب على الاقل اديني نص البضاعه يا معلم. بس يا عم عادل انت راجل طلباتك قليله، من الاخر كده ما انتش قد البيعه دي. واتفضل يا عم، ادي عربونك اهو، وانزل بقى من على ودني. انزل من على ودنك؟ بتبيعنا مقبره؟ ده شغلي والشغل ما فيهوش ياما ارحميني، وانا بقى غلطان ان انا اشتغلت مع واحده فندي زيك. ماشي يا مقبره، انا بقى مش هخليك تبيع حته جعران واحده في المنطقه، ودلوقتي اطلع بره. ده انا ادفنك، انت ما تعرفش انا مين؟ ده انا مقبره. عارف وخايف يعني، ومع ذلك اطلع بره بسرعه. وحدوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله بقى يا دوله انك خدت عربونك من اول وجديد. احنا بقى نروح لاخوه مدفنه ناخد البضاعه اللي احنا عايزينها كلها. انت بتتكلم ليه؟ انت بتفكر ليه اصلا يعني؟ المهم دلوقتي السيزون خلاص قرب يبتدي وما عندناش بضاعه جديده. طيب يا دوله، حس بقى ان يعني الفلوس معاك كلها يعني، فانا عايز ورقه ب20 جنيه عشان اجر مستكل بحر اللي هو جيسكي كي. جيسكي كي؟ وهتعمل ايه بالجيسكي كي؟ هتروح تركبه في الحاره اللي ورانا ولا هتيجي تتفسح بيه هنا في الحمام؟ يا دوله بقى عايزين نتفسح بقى يا عم، ونقفل البازار ده شويه بقى. عايز تتفسح يعني؟ انت عايز فلوس يا رمزي؟ اه يا دوله عايز فلوس. طب ايه رايك بقى مخصوم منك 20 جنيه وادخل دلوقتي على البازار، عايزك تنضفه، عايزه بيبرق. ايه يا دولة؟ طيب انا مش عايز تديني فلوس يا عم. ما تدينيش، بس ما تقعدش تخصم لي بقى. تخصم لي بتاع ايه يعني؟ بتاع فول، بتاع اللي بتاعه، مالكش فيه. عايز حاجة؟ ماشي ماشي يا دولة. بص على العموم يا عم، نتكلم بعدين يا عم. ايه اللي نتكلم بعدين؟ وانت صاحبي جاي تصاحب عليا تقول لي اتكلم معاك بعدين؟ يلا 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 يلا، اتكل على الله، غور من وشي غور من وشي. ماشي ماشي يا دول، حصل خير يا عم حصل خير، انا هستحملك. ماشي. تستحملني بتاع ايه؟ ده انا اللي مستحملك. بالعافيه يا رمزي. بص انا العفاريت الزرق بتتنطط في وشي من المقبره اللي كانت. يلا اتكل على الله اتكل على الله. طب ايه دول عايز اعمل لك ايه؟ طيب بقى اهدى كده، اهدى يا عم اهدى. اهدى ولا ولا، ابعد عن وشي. غور يا رمزي غور غور. ماشي 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 ماشي، براحتك اضرب براحتك. ماشي خد تعال خد تعال تعال. عايز ايه انت بتبرطم؟ بتقول ايه؟ بقول لك ماشي واضرب براحتك. ماشي. انا فاكرك بتبرطم. يا صباح الخير يا اللي معانا. يا صباح ال... لا يا معلم رمزي، في ايه؟ بهزر معاك، مالك يا عم؟ انت متضايق ولا ايه؟ حته والله يا دوله، ده تعبني قوي قوي يعني، وخايف اشد عليه يتقطع. لا يا عم شد عليه، ولو اتقطع ابقى رفيق. يا صالح يعني صالح. انا هفضل بس مستحمله لغايه امتى بس؟ روح يا حته والنبي، روح هات لي 2 شاير. انت مستني حد يجي لك ولا ايه؟ لا اصل انا هقعد بس اكلم نفسي شويه فهنزل لها. ايه رايك؟ يعني احنا بنعمل واجب مع الناس، مش هنعمله مع نفسينا؟ الباشا ما قاليش بقى نفسه سكرها ايه؟ نفسي سكرها زياده حته. الباشا باشا امرني. الاعتصام بكره قدام مكنه 6، الخراطين قدام، اللحامين ورا، واحنا رئيس زكريا. انتوا قسم التغليف يعني في اخر المظاهره، انتوا الفينش بتاعها. بس ممكن سليم البدري يحلنا بجزمته. سليم مين وبدري مين يا عم؟ انا معايا تليفون زينهم السماحي، هكلمه يدي طربقه. ايوه بس زينهم السماحي مشغول مع قمر السماحي، اتطلقت ورجعت شايله عيلين على كتفها. عملها ابن البدري وطلقها، بس ده مش مهم، المهم هو الاضراب والاعتصام، لان ده هو ده الحل. احنا مش اقل من عمال مصنع المكرونه الاسباجيتي اللي غيروا خطه انتاجها وخلوها مقصوصه. بكره يا جماعه التجمع بتاعنا بعد ماتش الزمالك، طبعا كلنا زملكاويه، يعني هنتغلب، دمنا يتحرق، نروح نفش قلبنا في سليم البدري. خلاص اتفقنا، اليوفط بكره تكون جاهزه يا جماعه. يلا سلام يا رجاله. سلام سلام. استنوا اخرجوا واحد واحد. يلا. بقول لك يا رز زكريا، الاضراب بكره مش كده؟ ها مش كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب سلام بقى بكره بقى. ها بكره الاضراب. ها ماشي متفقين ماشي. طب سلام بقى سلام. ايه يا حته؟ ايه فين الشاي بتاعي؟ ساعة؟ يا عم حاضر. عندي ده يا ريس زكريا. ريس زكريا؟ انت عرفت اسمي منين؟ يا عم انا سامعكم من الصبح يا عم، وانتوا عمالين يعني تتكلموا عن الاضرابات والاغتصابات. اغتصابات ايه؟ هتخرب بيتنا. اسمه اضراب. اضراب؟ انتوا هتضربوا مين طيب؟ هتضربوا حد غلس عليكم؟ غلس علينا ايه بس؟ انت في سنه كام يا ابني؟ ما روحتش مدرسه. يا ابني احنا عمال مطحونين.
ايه عمال مصنع زهره؟ زهره ايه بس يا ابني؟ يا ابني افهم، احنا عمال مطحونين طالع عنا، شغالين ليل ونهار، اصحاب المصانع بيلموا الغله واحنا بيتمص دمنا. اه ما تفكرنيش بقى وتقلب عليا المواجع بقى بالخصومات بتاعه الدوله اللي عماله ترف على دماغي. الاخ عامل برضو؟ اه عامل جمعيه انا والواد حته ب 35 قرش، بس شكلي كده هتزنق ومش هدفعها من الخصومات بتاعه الدوله دي. لو احتجت لاي حاجه انا تحت امرك، ولو انت حاسس ان انت مظلوم ما يهمكش، اعمل اضراب. اضراب؟ لا يا عم لا، ما اقدرش انا اضرب دوله، ده ايديك قويه قوي. يا ابني افهم، اضراب يعني تمتنع عن الاكل، عن الشرب، عن العمل، عن كل حاجه، ترفع يوفة اعتراض على مصنع دوله ده اللي واخد حقك. ايوه بس حضرتك يعني دلوقتي انا لما اجوع وارفع اليوفة دي انا هصرف، يعني انا هستفيد ايه؟ يا ابني مش مهم، المهم ان انت هتسير الراي العام ضد مصنع دوله ده اللي واخد حقك. الناس من اسكندريه لاسوان هتمشي وراك وتهتف يسقط دوله يسقط دوله يسقط دوله. شايف الصوره؟ اه شايف. انا فين؟ انت اللي هناك اللي شايلينه على كتافهم ده. طب تفتكر يعني بقى دول هيشيل لي الخصومات؟ مش كده وبس، ده احتمال كمان يديك علاوه. لا 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 ما تقولش بقى يا ريس زكريا، لا لا ما تقولش يا ريس. بس زكريا ايه؟ اسكت اسكت، ما حدش يعرف اسمي. بص يا حبيبي اهو، باصص اهو، ده قانون العمل، عايزك تقراه كويس وتحفظه صم، وبعد كده تحرقه. ده يعرفك اللي ليك واللي عليك. سيب بقى، انت مش قلت هتدوني بقى بتاعي؟ سيب بقى يا ريس زكريا بقى، سيب بقى. انكل رمزي فين ابوك يا بت؟ استاذ عادل كنت عاوزك في موضوع. ده ايه اللي جابك هنا اصلا يلا؟ يلا انا ايه ليا اسم تندهل بيه؟ ليك اسم وكمان عرفت اسمك، فاضل بقى كمان تكون عرفت سنك. اه في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله هتم 27 سنه. اكتوبر؟ وانت عارف اكتوبر ده اساسا اللي قالك عليه؟ يعني قالك ده شهر ولا كوبري؟ شهر يا عادل، وبالاماره بيجي بعد رمضان. ما هو ده يا عادل عيد اكتوبر المبارك. طب اقعد يا رمزي، اقعد عشان مش قاعد. طول ما انا في بيت الراجل ده هو انا مش هقعد، علشان لو قعدت يبقى هتنازل عن حقوقي. ما انت طول عمرك قاعد واكل شارب نايم يا عويل، وبعدين وهنتحايل عليك عشان تقعد ان شاء الله عنك ما قعدت، اطلع بره. يا جماعه استهدوا بالله كده هون، انا جاي اتفاهم بشكل ودني. ودنك زي ودنك عمار بالظبط، يعني انت جاي فرحان بودنك ولا ايه؟ في ايه يالا؟ مالك يا ماشي ماشي شر يا ولاد، انتوا اخوات في ايه؟ والنبي يا حاج انعام خليكي في الملوخيه اللي انت بتقرطفيها دي. ده انا ارطف ودنك، ارطف ودنك، ترك ترك ودن ودن. الا ماما يا قليل، الا ماما يا قليل الادب. اهدي اهدي يا ماما. اهدي يا سناء، عايز ايه يا رمزي؟ انت بتتريق على طشه ملوخيتي؟ طب انا كنت هديك طبق، لكن عشان قله ادبك دي ولا لقمه هتاكلها. انا الحمد لله مش مستني احسان من حليتك. ارطافي 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 ارطاف ولا لا؟ ده كده زادت عن حدها. كله يخش جواه، كله يخش جواه، سيبونا نتصرف معاه بقى. بيبي ما تستخدمش معاه العنف، الواد ده الواد ده تلطشه بس. انا هتصرف، هستخدم معاه طريقه ترويض الجحش. طيب رمزي خش جواه، كله جواه، كله جواه، كله جواه، كله جواه. على اساس ان انت واحده منهم ولا ايه؟ تعالى هنا. بقول لك ايه يا استاذ عادل، ما تمدش ايدك، انا عارف كل حقوقي. حقوقك طبعا. ما تمدش ايدك. ايه هلا في ايه؟ عايز حقي. عايز حقي؟ ده كده مش رمزي، كده هاني رمزي. بص بقى، ولا هاني رمزي ولا سهير رمزي، ما تنسنيش بقى وتلخبطني الاسم اللي طول عمري بحفظه. الله 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 الله، ده القوالب نامت والانصاص قامت، القطه كلت عيالها ولا في ايه ده رمزي؟ بقول لك ايه، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. لا ده انا مش هقاطعك، ده انا هقطعك ياض، هقطعك. في ايه ده رمزي ياض؟ ماشي انا هروح بقى اشتكيك لنقابه المعلمين. ده على اساس ان انا المعلم بتاعك. ماشي اشتكينا يا رمزي. هشتكيك ماشي. اشتكينا، غور ياض يا رمزي ياض. وهقول لهم على دي كمان على فكره. هتقول على دي؟ اه. طب قول لهم بقى كمان على ده. ماشي ماشي ماشي. استنى بقى. ايه هتكتب؟ هكتب. وعدد واحد قلم؟ واحد قلم. سلام. الواحد يجي جاي يصطبح اجانب داخلين جوه البازار.
ايه ده؟ لا للخصومات لا للكشري، نعم للرفق بالحيوان، تماثيل البازار تؤيد رمزي. هنا وقعت في مظاهرة ولا ايه؟ مين الحيوان اللي علق اليوفط دي؟ انا اللي علقتها. يا سلام، انت اللي علقتها، بتشوه سمعتي قدام السياح. حلو، انا عامل اعتصاب ومش هقوم غير لما تنفذ كل مطالبي. ما انت مطالبك اتحققت، انت مش كاتب يافطه وكاتب عليها ايام دونكي، يعني انت حمار. خلاص عادي جدا، عايز ايه تاني غير انك انت تبقى حيوان ونعم بالرفق بالحيوان؟ عايز ايه تاني؟ ماشي يا دولا، اقعد اغلط اغلط ومش هتزحزح من هنا خالص. يعني مش هتقوم خالص؟ طب تعالى بقى، تعالى بقى. انت او ماي جاد، ماذا تفعل بهك الجحيم؟ هذا ليس شأنك، هذا ليس شأنك، انني اتصرف معه كما شئت. طب النجدة النجدة، اغلق فمك ايها الوغد، سأقتلك سأقتلك. يا الهي، انه يلكمه في مؤخرته. هل انت اتيت في جمل؟ فالقمه. اضرب برزقه فاني اتألم. انني اريد ان اعلمك، انت فقدت صوابك، هذا العمل عواقبه وخيمة. وخيمة وخيمة، انت لا تدري يا جون ماذا افعل به، انهم مرمطني لقد طلع ماي ايز. يوجد قانون يمكن ان تقاضيه لحاكم الولايه. ولايه؟ وده يفهم ولايه؟ ده مش فارق حاجه خالص. اضرب برفق فان بنطال يتفتى. سوف ارفيه لك يا روح خالتك. صحقا، ماذا فعل لكل هذا؟ لقد فعل حاجات كتير محدش ليه دعوه. انت يا عم ايه؟ انت جاي لي من المسرح الاوروبي ولا انا سحبت سلطتك عليا؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه، مالكش دعوه. الغوث الغوث النكتة. اتنين شاي على مية بيضة يا حتة، والسكر بره. حاضر يا باشا. دول عندي يدي يا حتة. أمورنا يا معلم رمزي. ما يصحش، انت عامله بدون مقوى. يا عم ربنا على المفتري. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا عينك. ونعمة بالله، بس يعني يا خواجة انا اعمل ايه بعد كل اللي انا عملته ده؟ اترك لي هذا الامر، فانا اعمل مراسل في قناة خد حقك، وسوف اتبنى قضيتك وسوف تحصل على جميع حقوقك. مستر رمزي، اعلن قضيتك امام الراي العام العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حضراتكم، يعني انا واخويا على الغريب، وانا وانتم واخويا والغريب على ابن عمي اللي هو دولا. يعني بدا يا موفق، منذ متى وانت تعمل بالبازار؟ حضرتك يعني منذ طفوله اظافري. ياما وقفت جنب دولا حبيبي دون في ازماته اللي انا كنت دايما محققها له يعني، وياما رحت جبت له اكياس كشري وعلب، وساعات كنت بقضي مشاوير تخص مراته اللي هي ام ياسمين رانيا. وما هو راتبك الشهري؟ حضرتك انا بشتغل معاه بلقمتي حضرتك. اذا هي السخره تعود من جديد. هل كان يعتدي عليك بالضرب المبرح؟ لا هو الحقيقه يعني الضرب ما كانش مربح ولا حاجه، يعني ما كانش بيحاسبني على الفلوس يعني بالاقلام يعني ولا اي حاجه، ويا ما خدت منه اقلام وشلاليت وما ادانيش ولا اي فلوس. اذا هو عهد المماليك يعود من جديد على يد المملوك عادل سعيد. حضرتك انا ممكن بس يعني اضيف حاجه صغنطوطه كده هون، يعني انا من ضمن يعني اسباب اعتصامي وقوفي مع حضراتكم دلوقتي نومتي حضرتك. يعني انا ياما قلت لدول حبيبي هات لي مرتبه سفنجه علشان انا بحب اتنطط وانا نايم يعني بالليل. دعنا نتكلم في صلب قضية رمزي، هل كنت لا تعطيه راتبه الشهري؟ حضرتك انتوا ممكن تسألوا حتة اللي شغال في القهوة اللي جنبينا، قولوا له أنا بدفع مشاريب لرمزي قد إيه يومياً؟ بدفع له 7 جنيه، تخيل حضرتك بيشرب الكوكتيل وهو مش مقتنع إن الموز فاكهة، بيشيل الموز وبيرميه، حتى ما بجيب له حواوشي وده مفروض وجبة ضخمة يعني، بيرمي اللحمة اللي جوه العيش وبياكل العيش حاف يعني. وماذا يقصد بهذا التصرف الغريب؟ حضرتك أنا مش عارف هو يقصد إيه، يمكن مثلاً عامل نفسه نباتي ولا حاجة. حاجة حضرتك. وماذا عن المبيت الغير آدمي بالبازار؟ لو حضرتكوا يعني تقصدوا موضوع المرتبة السفنجة، أنا هقول لكم على كل حاجة. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. هو جالي من فترة كده وقال لي أنا عايز مرتبة سفنجة، قلت له ما عنديش مشاكل يا رمزي، يعني عادي جدا، حقك أجيب لك مرتبة، بس أنا حبيت أجربه الأول في يعني بتاع دي مخدة سفنج. جبت له المخدة السفنج، تتخيلوا عمل فيها إيه؟ يا ترى إيه؟ عمل ايه بقى يا سيدي؟ فك المخدة السفنج وخد منها السفنج وبالموس، قعد يقطع السفنج حضراتكم ماشي عشان يعملوا كورة شراب. السؤال يطرح نفسه، يا ترى جاب الشراب منين؟ حضرتك يعني جاب الشراب، انا مرة كنت داخل يعني اتوضى فقلعت الجزمة والشراب، خرجت لقيت فردة شراب واحدة لدرجة ان رجل التانية خدت برد، وممكن تسألوا الراجل اللي هو شغال في الأجزخانة اللي جنبينا يعني، لأن أنا خدت منه قبل كده يعني مضاد حيوي بتاع البرد. إيه ده؟
ده نمرة البيت. لا البيت بيتك الأستاذ محمود سعد. ألو ألو. أيوه أستاذ محمود. يا أستاذ محمود حضرتك يعني أنا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول. ها؟ لا حضرتك ضرب إيه معقولة هضربه يعني حضرتك؟ لا يعني حضرتك ها؟ لا بديله مرتبه طبعا بديله مرتبه. هو قال لحضرتك إن أنا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العاشرة مساء؟ حضرتك يعني هو بيكذب عليك. أنا متابع حضرتك وده يمين هتحاسب عليه من أيام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير. أيوه يا فندم أيوه يا فندم. ألو يا أستاذ محمود أستاذ محمود وطي التلفزيون اللي عندك أستاذ محمود. أه يظهر ما دفعوش الفاتورة. ها في أسئلة تانية؟ وماذا عن الضرب؟ الضرب حضرتك يعني إحنا كلنا ضربنا وإحنا صغيرين عشان إيه؟ عشان نتعلم. ثانية واحدة. العاشرة مساء. ألو أيوه أستاذة منى. والله أنا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جدا أكثر برنامج بشوفه في حياتي يعني. رمزي قال لحضرتك إن أنا بقلب وبتفرج على البيت بيتك؟ لا حضرتك هو يقول اللي هو عايز يقوله. أنا بتفرج على العاشرة مساء من أيام ما كانت العاشرة إلا ربع. يا أستاذة منى أستاذة منى. ألو ألو. ما دفعوش الفاتورة برضه. كده مش فاضل قدامي غير الأستاذ معتز الدمرداش. حد معاه نمرة معتز؟ حبيب قلبي ايه لازمة الحرب الاعلامية الاولى اللي انت بتخدها دي؟ يا ابني الشيطان دخل بينك واستهدى كده بالله. انت عارف رمزي القليل يسده. يا ماما ما ينفعش يا ماما. انا لو دفعت له العشرين جنيه بتوع الخصم دول بعد كده يطلب اي حاجة ويعمل اللي في دماغه. يا مش عارف احكمه مش عارف احكمه. انا عايز افهم حاجة يا عادل. هو ده مش موظف عندك؟ ما ترفده يا اخي ارفده وخلصنا. يا سلام ارفده عشان الاستاذ محمود سعد في البرنامج بتاع البيت بيته ده يطلع بقى يقعد يقول رفده وفين حقوق الانسان ولازم نبهدل عادل سعيد ويمرمطنا انا ناقص. طب اوكي اوكي خلاص يا بيبي اعمل هدنة. يا سلام اعمل هدنة عشان يغدر بيا وبتمثال عربي مسموم ممكن يغزني. وبعدين خلاص القضية اتصعدت ووصلت لبلاد برا في اوروبا. دلوقتي القضية هتتنظر في محكمة العمال بتاعت اتلانتا. صباح الخير عليكم. صباح النور يا اخوي. انا جون دي باولا محضر مع اتلانتا لامور مستعجله. اؤمر يا استاذ جون باولا اؤمر. حضرتك عايز ايه؟ اريد توقيع السيد عادل سعيد على استلام الحكم فقد خسر القضيه التي رفعها عليه الشاب رمزي. ايه الشاب رمزي ليه؟ هو قال لكم ان هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام فقد خسرتم القضيه وعليه لابد من دفعكم المبلغ نصف مليون درهم كتعود عن الاضرار التي لاحقت بالشاب رمزي. لا ده ظلم ده ظلم. عادل عادل ما تضيعش نفسك عشان الشاب رمزي. عادل عادل. يا حبيب قلبي سلامتك من القوة. سلامة قلبك يا ديدي. غدر بي الجبان الندل الندل الجبان. دولة حبيبي دولة. ازيك يا دولة؟ ازيك يا دولة؟ جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز تنتقم مني؟ جاي تموتنا اكتر ما انا هموت اهو. الف سلام عليك يا دولة. لا ما تقولش كده دولة. الف سلام عليك. عايز ايه عايز ايه يا كلب؟ اطلع بره اطلع بره اطلع بره. وايه القميص اللي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميص وجايب كمان بتاع جديد. يا نهار ابيض يا دوله. ايه يا دوله فلوس ايه بس اللي صرفتها يا عم؟ انت بتدفع حاجه يا دوله؟ يا دوله حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عن الخصم يا دوله. معلش يا عادل يا حبيبي ده كلهم 20 جنيه يا بيبي. ماشي ماشي هرفع عنك الخصم وبعدين هباخده تاني. طب يا دوله بقى يعني انا ليه حبه شروط كمان بعد اذنك؟ كمان حبة شروط يعني؟ شايفة بيستغل مرضي وكمان بيفرض شروط. بص يا رانيا. معلش يا بابا نسمعه ونشوف. ماين يا عادل ماين. ايه شروطك؟ تعمل لي اشتراك توك توك اروح بالشغل وارجع بيه كل يوم. شفت النمردة شفت النمردة. وبعدين توك توك ليه؟ اذا كنت انت بتبيت في البازار هتستعمل التوك توك في ايه؟ هتلف بيه جوه البازار من المرتبة للشغل يعني. صح. طب بص يا دولة يعني اكسر لي تمثال كل يوم في البازار وما تحاسبنيش عليه يا عم ماشي؟ وتجيب لي كل يوم كوباية كوكتيل بشلمون وعلبة كشري. علبة كشري. طلباتك زادت قوي يا رمزي وبتقرص عليا يعني كمان علبة كشري. علبة
معلش يا دولا، انا اسف يا دولا والله صعبت عليا. طب بص بلاش يا عم العلبه دي ونمشيها كيس كشري بس يا دولا حبيبي. دولا خلاص خلاص، سلام عليك يا دولا. انا جزمه انا جزمه انا عارف انك جزمه ووسخ ايدي. بص ازاي، ماشي خلاص هجيب لك كيس كشري كل يوم بس على شرط انا كمان بقى. امرني يا دولا حبيبي. مش انا كنت كل يوم بديك قلم بسكعك قلم كده؟ ياه وحشني وحشني والله. طيب يبقى انا كل يوم ليا قلم. ماشي يا دولا. انا بقالي كام يوم ما ضربتكش؟ 3 ايام يا دولا. 3 ايام ما ضربتكش؟ ايه 3 ايام دول بكام قلم؟ ب3 اقلام يا دولا يا حبيبي. الف سلام عليك. 3 اقلام. طيب تعال لي. ايه ده يا دولا؟ وبعدين في الزفت خلفاوي ده هعمل له ايه يعني؟ عمال بيزن عليا يزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دولا ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده هو، ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دولا يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة قرن الجاموسه ها، اسرع الكلام، اطلع بفلوسي يعني الصعب. بص حضرتك انا مش نصاب ولا حاجه، انا ليا فلوس كتيره قوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغايه دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي، عموما الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا باتوا افهم دعينك وتغلط فيا وفي منطقتك. طيب عادل، انا هاخد فلوسي تالت ومتالت ولا انت؟ ماشي على مفخيرك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن احسن. ماشي ماشي يا رمزي ما فرجتك. بقول لك إيه؟ ايه، عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم، يمكن اخد منه فلوس. حاضر. لا لا ولا اقول لك لا لا بلاش هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي، وادي السلم كويس. ماشي اطلع بقى دولا، بس بقول لك ايه، اطلع واحده واحده. ليه يعني طالع سلم المجد؟ ايه ده السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه يا دولا، ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا رجلي رجلي رجلي. يا دولا نسيت اقول لك حاسب السلمه المكسوره. يخرب بيتك، جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمه المكسوره؟ رجلي يالا، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعه؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجه، الحقني يالا رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعه. بس الف حمد وشكر ليك يا رب، السلم لسه بخير. اتصل 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 اتصل. حاضر يا دولا، مليني دولا. كام يا دولا؟ نمره ايه؟ نمره الدكتور 5 و5 يا حبيبي، 5 و5. عين وصابتك ورب العرش نجاك يا ماما. وانا خبطت في ميكروباص منه للازف الطين رمزي، انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دولا، الف سلام عليك يا عم، بكره ان شاء الله تخف اهو، واللي اتكسرت جبس اهو. دولا مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه انت اصطبحت بوش مين النهارده. انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه الخفه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا الاثنين هو ايه سكتناله دخل بحصان ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ بصي جسيه كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه، الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل العمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض، لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود يا حبيبي، اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك؟ بس يا عادل ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي، انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولا انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني ان شاء الله مفيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، يعني مبسوط جدا. لا وانا عايزك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسه عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير ولا اقول لك نصف فاترينه كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ يا جماعه على فكره، واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهه معاه. لا يا خفه،
انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادل. ده على اساس انك خريجه قسم اثار فرع بازارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤوليه وده شغل ضخم ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يا عادل والنبي اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امراه عظيمه. ميل وسجينة واتحمل ميل وسجينة شباكنا ستاير وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بص انا قلت بقى دولة مش موجود ففرصة اخد هدومي في امين، ما تقلعش جاك تغسلولك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهاردة وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. شوف الطشت قاعد في بازار. فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحت، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال او منظر؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي. من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافونا هيموتوني. يا اخي يا ريت، ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه، يعتبر صنم في المجال ده. هو طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه، لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا احنا خدنا منه تماثيل وما ادينالهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكله فين. ماما انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بينقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. ما حدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. روسي ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه، خيال مقاتة؟ شايف بنتك المفعوصة معصوفة الرقبة؟ صحيح اللي بلادر على فمها تطلع البنت لأمها. ماما جت وحشتيني يا ماما. حبيبي ماما، روح ماما قلب ماما، وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ها ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي انا طلبتها منك؟ اوه يا عادل نسيت، معلش. انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي، طمني عليك، رجلك عامله ايه؟ الحمد لله، هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هو شداي ام اوكي يا مامي، انت عارفه بنتك بقى وقدراتها. انا عايزه اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزه لك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي، من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على الصوف، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني الله يخليكم، بتعب. اوف، وادي الرز وادي الزلط، مش عايز اكل رز. رانيا، هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه. طب جبتي لي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. شوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه؟ انت محسساني ان هرجع لاقيه متحف. بص يا عادل، انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما بقولك ايه، عايزه مصروفي.
ايه ده يا ياسمينة يا جميلة؟ معقولة هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتيلي البوك قصدي هاتيلي المحفظة. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفة الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي يا ياسمين، خدي يا حبيبتي. يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي يا ياسمين، ادي لبابي. انا خدت يا ابني. عادل عادل عادل، في واحد بره عايزك، اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرامات وخلاص. طيب بدل ما توقف الراجل بره خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. ايه ابو الهول؟ طب بس افك الجبس واقوملي. اهلا 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 يا معلم خفرع. اهلا 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 يا حبيبي يا اعز واعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك عادل؟ الله يسلمك. اتفضل اتفضل. الف سلامة. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقولة يعني. لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب ان اجي ازورك وهقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثة خمسة ستة عشرة زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، يعني واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج. يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى. ايه بوش؟ يبوشك في الفلوس ب 15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقي زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني انه ردها لك ان شاء الله في الافراح. لا لا مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه جايب لك؟ معايا احلى هديه، هديه 100 100. ايه ده، تمثال رجله مكسوره؟ بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره. فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحده رقاصه، وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي، بس متجوزها على سنه الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجه. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقى لها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي، يعني بانت انها اثريه بحقه حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل، انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول، مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيه عادل مع اداره الشغل. ايوه انا عايزاني اعمل ايه يعني؟ اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البزاره اخليهم يشتروا بالعافيه؟ انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه، انما كلامك 100 100 يبقى مظبوط. حدي لحضرتك مثل، ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك كده 100 100. هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه. هو ايه اللي 100 100؟ طب ما بالمره بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. سلام، بصراحه انت معاك ست ولا كل الامسكيات؟ قصدي ولا كل الستات. لا وانت السادي، انا عندي 6 ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل كوميشن هياخدوه من الارباح؟ لا شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه ده؟ اذا كان دوله ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه.
اتفضل خد الورق ده. ايه ده انت داخل انتخابات ولا ايه؟ ده دعايه للبازار يا غبي. يا ايه الافكار الجميله دي؟ انا مطلوب توزعها على السياح كلها. يا ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا شو مالك يا غبي؟ ولا تعالى ايه بتبرطم تقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انت بتقول ايه؟ بحسب يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد اتفضل. ربنا يخليك ويبارك فيك. الطلبيه جهزت؟ طبعا جهزت يا معلم، انت تؤمر. ربنا يخليك، بس انا معذور شويه، ارجوك هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيه. قصدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين المعلم خلفاوي؟ اهلا يا معلم خوفو. خفرع اهلا. يبقى احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقه يا جماعه انا جمعتكم النهارده عشان نحل مشكله المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذه يا مدام، الاستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين انا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، اصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني ادمين بتمر بظروف، والمشكله ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي يعني؟ احنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. اصل الفلوس دلوقتي مع التيوس، وبالنسبه لي ان شاء الله ما فيش مشكله. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش بلاش، اطفي 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 اطفي. لا خلاص خلاص، ده ايه؟ هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور حضرتك؟ اثبت شويه، ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل وانا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من المنشار وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا، يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين مدفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبين دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص، احسن لو سمعك هينشر لك رجليكي كده. ينشرها؟ بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلامة. مع الف سلامة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قوم يا بطل، شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء، البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمه يا رب. والنبي يا حاجه ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عامله لي بنضارتها كده، مش عارف اتكلم معاها في اي حاجه خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغايه دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عامله نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شويه رز من ابو زلط واخليها تنقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. دولا حبيبي وحشني يا دولا. الف سلام عليك يا دولا. اهلا اهلا اهلا. والله يا دولا احنا في غيابك ولا لينا اي لازمه. يا ابني انت في حضوري او في غيابي مالكش اي لازمه يا رمزي. حبيبي يا دولا. ايه البازار ده؟ يلا، هو البازار ده بتاعنا ولا ايه؟ لحظه واحده، اروح اسال اي حد معدي بره واجي لك فريره. لا لا لا، روح اسال وما تجيش خالص. يلا اتكل على الله. لا حبيبي اضربني والنبي يا دولا اضرب. حبيبي بصراحه يعني يا دولا الشغل في غيابك كان فريره. قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريره؟ يا ريت بقى. اضرب 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 اضرب. والله مش فاهم عينيا، مش فاهم عينيا يا غبي. اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامه يا استاذ عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل اتفضل. معلش يعني انت المره اللي فاتت لما شرفتني رجلي اتكسرت، ربنا يستر بقى المره دي. يا سيدي عفى الله عما سلف، وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلي اتكسرت يعني هتتنازل عن فلوسك؟ انا مالي ومالي اتكسر، انا خدت فلوسي من معلم خفرع.
المعلم خفرع، ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى، الست مراتك دي توزن ذهب، ست مخها يوزن بلد، ست ذوق، امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي كلها بناء على توجيهاتي، يعني انا اللي قلت لها حاولي تظبطي كل حاجه ولبسي طاقيه ده لده، فواضح ان انت حطيتي الطاقيه وادت المعلم خفرع طاقيه. خدت طاقيه؟ نفسي اخد طاقيه. اديك. حبيبتي ده خاتم ذهب، يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي، والله الموضوع مش مستحمل خالص، يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعي يكون ده عيار 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفلسو بجد يا رانيا، انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا. ما تحافظ على ملفظك يا عادل، راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل، لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا، يعني اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا حافظي على ملافيزي. اقول لك الخاتم ده انت ما تستاهلهوش يا رانيا. خلاص خلاص. عادل انا موتك في الموضوع. لا انا نايمان جدا دلوقتي، يعني بكره الصبح ان شاء الله بقى اكون صحيح. كلميني في اي موضوع، موضوعي وانا دلوقتي نايمان اصلا، ما بعرفش اتفاهم في اي موضوع. عادل انا عايزاك في موضوع مهم جدا، عايزاك في بيزنس، وبيزنس يعني وقت، وقت يعني فلوس. بيزنس؟ اتفضلي حضرتك، هتخربي بيتي في ايه بقى المره دي كمان؟ وبدايه غير مشجعه على الاطلاق. حضرتك عايزاني اشجعك اعمل ايه يعني؟ مثلا اقعد اهتف اقول رانيا واسقف لك، ولا اعمل يافطه مكتوب عليها مشروع رانيا؟ انا عايز اعرف انت ليه دايما بتسفه من كلامي ومتسرع كده في احكامك. حاضر اتفضلي، مش هسفه ولا هتسرع، اتفضلي ارغي 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 ارغي. الاوبن دي، الاوبن دي هو مشروع كل عصر، الاوبن دي مشروع كل عصر لكل سيده في مصر. ده زي قراءة للجميع يعني؟ يكاد يكون، بس هي الفكرة إن الأوبن دي مربح جدا، يعني دخل الأوبن دي يتعدى في الشهر 5000 جنيه. وأبو 5000 جنيه ده عايز راس مال قد إيه يعني؟ إديني 3000 جنيه وأنا هديهم لصاحبتي تنزل تجيب لي من تركيا هدوم قد كده وهبيعها عندنا هنا. 3000 جنيه؟ أنت اتجننتي؟ 3000 جنيه إيه يا هانم اللي أنت طالباهم مني؟ ده رقم تطلبيه مني؟ بصي مفيش فلوس. يعني إيه مفيش فلوس؟ ها يعني إيه مفيش فلوس؟ يعني أنا من حقي احلامي وطموحاتي، مش كفايه ان انا قاعده لك في البيت ما بشتغلش اصلا؟ انا اصلا ما بحبش عندي ست تكون بتشتغل. يا سلام، طب ما اختك بتشتغل. اختي دي من الستات اصلا يعني، وبعدين اختي بتشتغل عشان مطلقه، لما ان شاء الله تبقى مطلقه هسمح لك انك انت تشتغل. ياه بقى دي مش طريقه عيش. على فكره بقى انا زهقت، انت زوج ارستقراطي معاصر. ارستقراطي وكمان بتشتميني باليوناني؟ ايه يا ولاد في ايه؟ تصحوا ليه؟ اتفضلي يا ماما، الهانم عايزه 3000 جنيه قال ايه عشان تعمل مشروع اوبن بوفيه باين. بطلوا بهل بقى، اسمه الاوبن داي. اهدى يا عادل، اهدى يا حبيبي ونتفاهم. مفيش تفاهم، مفيش مشاريع هتتعمل ومش مطلع ولا مليم. يعني ايه مش مطلع ولا مليم؟ يعني انت عايزني انسى طموحاتي وامالي؟ معلش يا رانيا معلش، انا هتصرف. تتصرفي في ايه يا ماما؟ ماما بعد اذنك يا ماما، الموضوع ده ما يتفتحش تاني، موضوع الاوبن داي ده لا اما بقى اخليه كلوز داي. بس 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 يا حبيبتي قطعتي قلبي. لا لا جرحني جرحني عادل جرحني. معلش يا حبيبتي معلش، ما كنتش اتوقع منه انه يعملني بالخشونه والتهور ده كله. قطيعه تقطع الرجاله كلهم كده اساليني انا؟ الرجاله؟ ايه ده يا ماما، بتنموا على الرجاله ومن غيري؟ لا والله لسه بادئين. طب يلا يا ماما قوليه بسرعه. ها بتنموا في سيره مين؟ ابني حبيبي عادل. يا عادل وسنين عادل، عمل ايه المنيل ده تاني؟ كل صحباتي عاملين اوبن دايز وكسبانين جدا ومبسوطين. ليه وليه؟ انا كمان عايزه اشتغل. شبكه علاقاتي بسيدات المجتمع الراقي وسيدات الصالونات المذهب الفاتنات هم دول اللي هيخلوني اعرف اعمل اوبن دايز واكسب ونغنقكم وننتقل الى مرحله جديده. بقولك يا رانيا قولي لي المشروع ده يتكلف كام؟ 3000 جنيه وهنجيب اللبس كله من تركيا، واحنا ممكن نبدا بدايه بسيطه يعني. تركيا 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 تركيا. ماما ايوه، اللبس ده لو اتجاب من وكاله يكلف كام؟ بمشاريه 300 جنيه. 300 جنيه 300 جنيه خلاص يا ماما نجيبه
ونضرب ماركات. ونكو ونكيس وكل شيء يبقى كويس. كويس ازاي؟ احنا كده بنكيس الزبون. التجاره شطاره. والشطره تغزل برجل حمار. واديني في الطلماني انا الناس. انا الناس. انا الناس. ايوه بيكي. ايوه طبعا بكره الاوبن دي بتاعي. ايوه يا بنتي ايوه. لا ما جبتش من هنا. لا طبعا انا رحت سافرت رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان. قصدها تقول انها راحت ميدان لبنان. ميدان لبنان وسوق غزه وجابت الاكسسوارات من ارض اللواء. حضرتك بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي. قصدك اسرار النصب يعني. انتوا فاكرين ان حد اشتري منكم الهلايل دي؟ اي حبيبتي. لا بصي. لا انا هقول لك انا جبت الجينز وجبت شوفونير وجوبلان وجابت عضه الكلب وجابت دمور وجابت لفتة. يا بيكي بليز ما تنسيش تيجي بكره. اوكي يلا حبيبتي باي باي باي. رانيا بطلوا النصب اللي انتوا بتعملوه ده. هو في حد هيشتري الزباله اللي انتوا شارينها دي اصلا؟ ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكبر. كبر ايه يا ماما؟ اي كلام بتقوليه وانت واقفه على العربيه كبده. طب خلي بالك بقى عشان الطحينه خلصت. يا جماعه احنا نسينا نحط البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي هتتشرب. البرايس ليست. بصي يا حماتي انا رايي انك انت تطوري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي ليه مشروع تاني بتاع الاكل. يعني مثلا ممكن تجيبي قد 10 ترغيفه عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع بسطرمه عشان بقى تكسبي اكتر يعني. ولا يهمك يا ماجي تموينك علي انا. واذا كنت تحبي مميرفت تخش معاكي بالنص انا مستعده اكلمها لك. انا من رايي يا اخوانا بلاش مميرفت لان مميرفت مثلا ممكن تخنصر من السكر وتديه لجوزها عشان يبيعه في القهوه. ماشي عادي ماشي. بكره هتزري في الدموع لما تلاقي الفلوس بتجري ورانا. يا سلام. فلوس بتجري وراكوا بتلعب معاكوا السغميه واستخبى الفلوس في الخزنه وانت تحط دور عليها وتقول فين الجنيه ونص. ايوه 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 تبطل كده على النعمه لغايه ما تزول من وشك. هي فين النعمه يا ماما؟ انتوا لسه بعتوا حاجه. اهلا وسهلا. اتفضلوا نورتوا. اتفضلي يا حبيبتي. ذوقي 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 عصير عصير عصير. عندي ليمون عندي عيش عندي عصير عندي بطاطس عصير عصير. ده ب 120 جنيه. ازاي انت عايز تاخديه ب 100؟ اديني عقلك يعني. هو مكسبه اساسا 10 جنيه بس. عايزاني اخسر يعني؟ ينفعك ان انا اخسر؟ هتستفيدي ايه لما انا اخسر؟ بصي كويس كده على الماتيريال. بصي اوكي هاتي. كلو 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 عصير عصير عصير. وده بقى نفس ستيل فستان ملكه البرتغال السابقه لانكشير افرودات اللي لبسته في حنه ابنها الصغير جورج. على فكره ما كانتش راضيه انها تجوزه. البت دي كانت عايزه تديه بنت خاله اللي هي الكونتيسه سرايا عبد الرب. مش ممكن. ده هايل. هي كانت ماسكه انهي ولايه؟ كانت ماسكه ولايه الكيت كات. هو ده سني خالص. انا اشتريته خلاص. ده ب 500 جنيه. اوكي. شيبس 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 عصير عصير شاي كشري شاي فتله شاي مخرز. ادفع كتير تكسب قليل. مين عايز بسكوت؟ مين عايز عصير؟ مين عايز شيب؟ مين عايز شاي؟ مين عايز عصير؟ مين عايز عصير؟ بصي بقى دي بيجامة الملكة فرفورة اللي كانت بتلبسها في أوضة نومها. واو فانتاستيك. دي اما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق. اوه فرفورة. وحضرتك كمان الفرشة اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الاستريتش اللي كانت بتلبسه الأميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الأمير رومي الخامس. اوه انا شوف سمعت الاسم ده قبل كده. اكيد طبعا سمعتيه في اي سوبر ماركت. نيستو رومي. انا عادل لو سمحت ما بغزيش الشغل بتاعي. معايا جبنة نيستو معايا جبنة رومي معايا بطيخ معايا كل حاجات. الله الله يا مدام الله. بدا ستومك ما حصلش. بدا ستومك ما حصلش. يا اف اف على جماله. بصي ماسك بالظبط. يا نهار ابيض حجمه منك حته. بس مش شايفاه ضيق نمره؟ هو ضيق نمره فعلا لو حضرتك هتلبسيه في دماغك يعني. حضرتك مين؟ لا مفيش حضرتك. ده انا معدي هنا في الشارع بالصدفه يعني. هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا بطيخ معانا كوسه معانا قار معانا بسكوت. لا يا ست متشكرين معكيش في سيخ. انا هخش اريح شويه بقى. مش تقولوا ان انتوا حولتوا الاوضه دي لبروفا؟
اهلا ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا جايبين كلب هنا في البيت وانا اصرف عليكم ولا على الكلب؟ جايبين كلب اعمل بيه ايه؟ العب يعادل معاه شويه يا عادل. ده لعبه. ادي 1 2 3 4 5 6. على فكره انتوا فاهمين الغنى غلط خالص، يعني لابسين شتوي على صيفي الاربع مواسم مع برانيت، شايفين شمس ماشيه في الشقه هنا. وصاحب القش لذيذ يا حبيبي. مش احسن ما ابقى مفلس؟ انتي انا ليا مع حضرتك فلوس قد ايه؟ 3000 جنيه يا حبيبتي. نو بس ارجوكي يا رانيا ما تتخضيش، ما تغضبيش، ما تزعليش. هنعمل ايه النهارده؟ اشتغلنا ساعتين بس وباقي اليوم قضيناه في الجرد. يا جماعه انا جعان، انا جعان، سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده، ما حدش هيحضر لي عشاء ولا ايه؟ ايدي دو عشاء ازاي؟ لا يمكن. اسمع، لا رانيا بليز حبيبتي قومي اعملي له لقماتوس عشان ياكل. لقماتوس ايه؟ وانا بتاع لقماتوس؟ انا عايز اكل رز، عايز اكل خضار، عايز اكل لغوصه ولحمه وسلطه ومخلل بلدي. انت متاكد ان هو ده طلبك بس؟ هو ده طلبي، هو ده يبقى يعتبر بس. ايوه، يعني هيجي له بكام يعني؟ ما اعرفش، هو ايه اللي يجي له بكام؟ انتي من فضلك اديله 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا. اف يا سلام، 100 جنيه اعمل بيها ايه؟ احطها في نص رغيف واكلها. اوكي نونو جيب لي الفون بليز. اوكي هاني جست مومنتا. اتفضلي. Thank you baby, thank you. 2 1 1 4 5. الو مطعم عصفورة الجنة؟ عصفورة ايه وانا هاكل عصافير؟ ده انت لو جبت عش عصافير هيقعد يصوصف في بطني وخلاص مش هشبع. الو بليز حبيبتي منسي، ربنا يخليكي، من فضلك عايزة 4 زوج حمام شقلبظات و4 جوز حمام داجل. من فضلك هاتي لي شاورمة فراخ باللحمة. اوكي شاورمة فلاخ، يا سلام. ده فاضل بقى حبة حبة يا ماما الاقيكي واقفة عند مكنة اكسبريسو. وانا اكل ايه؟ اكل ايه؟ اكل، بقول لك ايه، اطلبي لي فخدتين متبلين بالتومة. فخدتين بالتومة برضو الواطي هيفضل واطي. تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشة وفي الفشة والحاجات دي. بيبي اطلبي لي من فضلك 1 لانجوست مشوي مع صوص دي بور. لانجوس مشوي؟ لانجوس بصوص دي بور بكام؟ ب 1000 جنيه بس. توتال يعني كام؟ 1500. اوكي حبيبتي بليز ما تتاخريش. ثانك يو بيبي، باي باي. ميرسي يا قلبي. ويز ماي بليجر. ايه ده، انتوا طلبتوا الاكل وما طلبتوش حلو؟ انا متعود اما اكل لازم احل، فين الحلو؟ اجيب لك التليفون ماي ديار. لا حياتي ميرسي، هكلم بالموبايل بتاعي. غايته. الو هاي، محلات الحلو يا حب الحلو اللي صاحبها محمد الحان. اي بعت لنا اغنيه خفيفه كده عشان الواحد بقى ايه ما يتقلش. حبيبتي من فضلك، لا كل اللي عندكم. كل ده هناكله يا حبيبتي، لو مش اكلناهوش انا هبيعه وهكسب منه فلوسات كتير. تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسموا ايه؟ يا جماعه الطلبات اللي انتوا طالبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا، مفروض ان انا اللي ادفع يعني، فدي حاجات كتيره قوي. عادل حبيبي قلبي ما تقلقش نفسك، ما حدش طلب منك تدفع، احنا هندفع. تدفعوا ايه؟ انا راجل البيت، انا المفروض ادفع. هو انت معاك فلوس؟ لا خلاص، يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي، ملناش دعوه بيك. تصرفاتي يعني، ما هو مفروض ان الراجل البيت هو اللي بيدفع وانتوا ما ينفعش ادفع. بيبي بيبي، يعني انت لو جه الاكل مش هتاكل؟ ها انت هتعمل فيها 7 رجاله ببعض؟ هو اكل وبحلاها، ما تدفع وخلاص. يا دولا خد امسك الساندوتش الطعميه ده، انت ما اكلتش من الصبح. والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده يا عم؟ حاجه عبيطه. خلي ايه اللي خلي؟ انت هتبقشش عليا تصرف عليا هذا ولا ايه؟ ايه دوله واحد يا عم؟ واحد يا عم؟ الله الله، هو كل واحد هيعمل فيها نزيه النهارده ولا ايه؟
خلاص يا عمنا، بص الشندوتش الطعمية ب 13 جنيه ونص. غبي حرامي وغبي، في سندوتش طعمية ب 13 ونص؟ يلا تستهبل. ايه دولة مالك يا عم، مالك كده يعني دلوقتي؟ انا سرقك برضو زعلان، برضو اعزمك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى دولة؟ فين ايام زمان كده؟ هو دولة لما كان يقول لي قشطة يا رمزي اقول له قشطة؟ فينك يا دولة؟ تزعق لي ما زعلش، تضربني ما زعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اه اكيد وقعت من عرف. كاني وقعت من عرف، اتركنت عرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمه في البيت. طب وايه اللي زعل دول؟ طب ما هو انا عندك اهون، عمري ما كان ليا كلمه في اي حته في الدنيا ولا ليا لازمه كمان، ومع ذلك انا مش واخدها بحساسيه. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع دولا، أنا أمي لما اشترت البقرة صبوحة العملية جلت في إيديها بقى لبن وجبنة قريش وشاورما. شاورما؟ كانت بتاخد شاورما من البقرة وهي صاحية؟ يا نهار أبيض، وأنا عمال أقول الزكاوة اللي عندك دي جايبها منين؟ من أمك. دولا لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. آسف جدا، أنا آسف جدا إن أنا قطعت حضرتك يعني وحضرتك بتنصحني، أنا آسف. اتفضل حضرتك سمعني. أنا بقى أبويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دولا، كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده بس. ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت؟ ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى دولا كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده اهو واقوم راميه في ودن البقره صبوحه. اه عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القرية، صح؟ دولا لو سمحت، عايز تستفيد مني اسمع. أنا آسف، أنا آسف، بقطع حضرتك تاني، أنا آسف. اتفضل قول. أنا بقى أبويا بقى لما لقى إن أمي اختنت وكده هو يعني إيه مسكتش وقرر يحاربها، فقام اشترى لها بقى. اشترى لها بقرة طبعا. لا يا دولا، اشترى لها سم وقام مسمم لها البقرة بتاعتها، ورجعوا بقى الاتنين فقرة تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. اه يعني انت عايزنا نستفيد من الرواية بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دولا مش لازما يعني تسم لهم، يعني انت ممكن تشتري لهم سكينة. سكينة؟ بص، برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متأكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجة، ان لا يفل البقرة الا الجاموسة. خش يا انت وهو انا. خش يا ريس. خش بتاعها هنا يا انا. خش يا ريس. خش افرش هنا يا انا. خش يا ريس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاوبن داي بتاعنا؟ من حقنا نعمل اوبن داي، كل واحد في اوبن دايو. لا ده مش اسلوب، ده هتبقى الله بقى. هو ده الاسلوب، والبضاعه موجوده وعلى ايدينا اهو. يلا يا زباين، باتنين ونص تعالى بص. باتنين ونص تعالى بص. اي مشروب، اي مشروب بخمسة وتلاتين قرشة، ولا استغلال الستات ولا الكافيهات. انت يا جربوعات، انت تعالى هنا. بص بقى، انت تاخد العصير بتاعي بخمسين قرش وانت تبيعه بخمسة وتلاتين قرش، والرخيص ثمنه فيه، وانت هتكسب فلوس ادي كده اهو. امسك. والنبي شو بتقول ايه؟ باتنين والنص. تعالى بص. بس باتنين وبس، وخليها تخرب. يلا يا مدام، يلا يا هانم، يلا يا مدام فستان الهام، يلا يا بيبة. انما ايه؟ ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب؟ قربوا يا شباب. باتنين ونص على بص. فرش الدولة اسعارها مش معقولة، باضي حريمي بتلاتة ونص. عادل قرب يا مدام، قرب يا استاذ، قرب يا بيه. معانا سبورة، انما ايه سل الاموره معانا. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. ومعايا فلايه. ايه ده؟ بكام دي؟ عشان خاطرك ب 15 جنيه، عشان خاطر عيون حضرتك بس. ده انا لسه شايفاها عند ابو دولا ب 12 بس. تعالي 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 تعالي. دوقي دي شايطه ودايبه وبتاعت غسله واحده اللي عندي دولا دي. لا 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 لا، بتاعت غسله واحده ايه؟ ما انا لابس منها اهو، وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالثلاثه، ولا بتبوظ ولا اي حاجه. باتنين ونص. انت مش اسلوب يا عادل للبيع والشراء يعني، ده مش شرف المهنه يا عادل. يا واطي يا عادل، يا واطي. هنحدد بعض ولا ايه؟ يا واطي.
لا لا لا، التجارة شطارة، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني. تعال قرب قرب يا مدام، باتنين ونص قربوا يا اخوانا. طلع يا دي البضاعة يا هاد. ايه يا معلم. طلع يا هاد. قرب يا تيزا، البضاعة على الترابيزة. اقول لك ايه يا استاذ، مش عندك خلاصين اطفال؟ خلاصين؟ اديها خلاصين الاطفال من عندك ولا؟ عينيا يا دولا. يا ريس دولا، يا ريس دولا. هلا حمو. الريس. عاملين بكام النهارده هلا؟ كله على بعضه ب4000. 4000؟ ايوه ريس. صدريهم ياد عشان ما نتحسدش هلا. يا انتي عاملين بكام النهارده يا انتي؟ 200 جنيه. واحنا عاملين في البوفيه كام واحده فتله؟ 300 جنيه. قشطه. عسل. وانتي عملتي كام يا خيبتها؟ 25 قروش. 25 قرش؟ ليه؟ واحد طلبت كوباية مية ولا ايه؟ عموما اللي يتكسف من بنت عمه يتجوز بنت خالته عشان تتردحوا شوية. انا ممكن اخد منكم البضاعة كلها ويعني اراضيكم بقرشين. احنا هنحافظ على الفرشة دي لحد اخر شراب في البضاعة. الله اكبر، ايه الروح القتالية دي انا اللي انا شايفها؟ انت بتحرق اسعار يا عادل. الريس دولة. ايوه انتوا ياما حرقتوا دمي، احرق لكم شويه اسعار. وبتشغل الاغاني السوقيه علشان تعمل دعايه لنفسك يا عادل. الريس دوله. ايوه انا ياما دعيت عليكم والحمد لله ربنا استجاب. ماشي يا عادل، والبادي اظلم، واللي يحصلني يكسرني. باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. ايوه باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. قرب 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 يا متغرب، تعالى دور وقرب بجنيه ونص. ويلا يا تانت هنبيع بالقسط، ويلا يا عمو هات شميس لحمار. الله يا ده البضاعة هلا. يا عم احنا صوتنا اتنبح بقى دولة بقى. صوتك اتنبح يا هلا، انا جايب كلاب معاك. ما تنادي يا ده بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه وبس. ايوه بجنيه وبس. بس بجنيه وبس. وبنص جنيه. اما وبنص جنيه. اما وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. سما هص 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 بقى انت وهي وهي. ايه انا مندوب رئيس الحي تمام، وانتم معمول لكم محضر اشغال طريق، واشغال طريق سيادتك يعني ما فيهوش هزار تمام. وهنصادر البضاعه، ايه رايك؟ هنصادر البضاعه. وانا بقى لم الفرش يا ابني، لم الفرش يلا. وانا بقى فاكرين انتوا نايمين على ودني، بس انا مش نايم على ودني، انا صاحي قوي، صاحي لكم قوي قوي جدا خالص تمام.